تجددت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وتحدى آلاف السودانيين حالة الطوارئ التي أعلنها البشير يوم الجمعة الماضي، وخرجوا في تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم. وتصف جماعات المعارضة قرار البشير بأنه محاولة لإسكات مطالب شعبية بتنحيه عن السلطة، داعية إلى استمرار الاحتجاجات.